كل سنة وانتو طيبين بمناسبة 2019، ويا رب تكون سنة سعيدة علينا وعلى كل العالم بإذن الله، ويعم السلام وما يبقاش في حروب خالص خالص، وربنا يشفي كل مريض إن شاء الله. كل سنة وانتو طيبين وشعب العراق بخير وبعافية وبنجاح يا رب. لكل المشاهدين العرب بصفة عامة وطبعا دولة العراق الشقيقة، كل سنة وانتم طيبين ويعود عليكم الأيام بخير يا رب، وإن شاء الله دايما في صحة وسعادة وما يبقاش في أي مشاكل خالص في أي حتة. بتمنى لجمهور العراق كل خير. أنا الحقيقة يعني كلنا مستقيم مما حدث في العراق، لكن إن شاء الله دولة قوية وحتوقف على رجليها بإذن الله، وبتمنى لهم سنة سعيدة بإذن الله. كل اللي بيشوفوني بحبكم قوي، وأفتكر أن طول الوقت صعدة معايا دايما سعيدة كده، وبتشاركوني النجاح، والنجاح ده الفضل ربنا ومش لمجهودي بس، والحبكم ليا ووقوفكم جنبي وتشجيعكم ليا، وبحبكم قوي. كل سنة وانتم طيبين، ويا رب دايما نبقى في سعادة وصحة وراحة بال، أهم حاجة في الدنيا. يا رب 2019 تبقى خير علينا كلنا، ويا رب ما يتوجع قلبنا تاني، ويا رب يشفي كل مريض يا رب. كل سنة وانتم طيبين، وان شاء الله يعني دايما تحققوا كل احلامكم وكل اهدافكم. يعني كل سنة واحنا طيبين ب 2019، ان شاء الله هيعم الخير والسلام على الدول العربية كلها والأمة الإسلامية والأمة المسيحية، وان شاء الله كلنا نعيش مع بعض في سلام وخير. امنياتي على مصر بصراحة، يعني بتمنى ان دايما والدول العربية ويبقى في سلام وحب واتحاد، ونبقى كلنا كده ايد واحدة عشان نقدر نتحدى اي تحديات من بره. كل سنة وشعب العراق بخير وطيب وفي تحسن وتقدم، والمشاكل تخلص، واحنا كلنا لازم نعيش مع بعض، كلنا لازم نعيش مع بعض. ربنا معاكم. العراق شعب جميل وقادر انه يرجع احسن من الاول كمان. انتوا طيبين، ويا رب دايما العراق في رفعه واتحاد وقوه زي ما اعتدنا عليها دايما، وكل وبوسه لكل الشعب العراقي. بقول لهم كل سنه وانتوا طيبين، يا رب تعود عليكم السنه دي بالخير والبركه والسلام ليكم لاهاليكم واللي بتحبوهم يا رب. كل سنه وانتوا طيبين، وانا مبسوطه قوي ان انا كنت معاكم في الشاشه دي. كل سنه وانتوا طيبين، ويا رب السنه اللي جايه تبقى على خير، ويا رب يا رب يا رب الرياضة ترجع للتلفزيون المصري تاني، ويا رب العمل الفني يتطور شويه. يا رب اكون دايما عند حسن ظنكم، يا رب دايما تحبوني وتحبوا اعمالي، يا رب انتوا سنه سعيده عليكم، يا رب احلى حاجه تختموا بيها سنه 2018 وتستقبلوا له عام جديد بكل الحب وتصفوا نيتكم وتحبوا بعض بس. اقول لهم كل سنه هم طيبين وسنه جميله وسعيده عليهم يا رب، وان شاء الله ربنا يحقق لهم كل اللي بيتمنوه، وكل سنه هم طيبين طبعا يعني من قلبي، وبتمنى ان هم يتابعوني بقى ان شاء الله، ونعمل حاجه حلوه في رمضان ان شاء الله، يقولوا لنا رايهم ايه. انا عايزه اقول لكل اهل العراق كل سنه وانتم طيبين، وان شاء الله ازوركم قريب، وبجد بتابع كل تعليقاتكم على السوشيال ميديا، يعني بتكتبوا لي من العراق، فببقى مبسوطه جدا، وان شاء الله اشوفكم قريب. اقول لهم كل سنه وانتم طيبين وسنه سعيده عليكم باذن الله. كل سنه وانتم طيبين وسنه سعيده عليكم يا رب، و2019 تبقى سنه حلوه على الجميع، واكون دايما عند حسن ظنكم. كل سنه وانتم طيبين. بقول ربنا ان شاء الله يجعل السلام يعم في العراق، وإن شاء الله دايماً في أمان وأمن وسلام. كل سنة وانتم بألف خير وصحة وسعادة، والسنة الجاية تبقى أحلى بكتير من السنة دي عليكم وعلى أولادكم إن شاء الله. كل سنة وانتم طيبين يا رب، ويا رب تبقى السنة أحلى وأجمل وألطف من 2018. كل سنة وحضراتكم طيبين، ويا رب سنة سعيدة عليكم ودايما بخير، واللي نفسه في حاجه ربنا يديها له ان شاء الله، وتابعوني دايما، وانا بحبكم جدا وبتمنى لكم الخير كله. من اقصى الشرق لاقصى الغرب بقول لهم كل سنه وانتم طيبين، وفي عام 2019 بقول كل سنه وانتم طيبين، ويا رب تحققوا كل اللي نفسكم فيه، وانا كمان معاكم يا رب العالمين. 2019 كل سنه وانتم طيبين، ويا رب تكون أسعد السنين اللي فاتت، والسنين اللي جاية تكون أسعد من اللي قبلها. كل سنة وانتم طيبين. ربنا يسهل شعر يطلع بس أهم حاجة، يعني ده
تصبح على خير. يا اهلا بكل مواطن عراقي بيتفرج علينا، اشقائنا وحبايبنا واخواتنا، وسعداء ان احنا بنتواصل مع بعض من خلال اعمالنا الفنيه، ويا رب نكون بنقدم حاجه يعني تشرفكم وتسعدكم وتحبوها. بشكركم. اقول لكل جمهور الشرقيه العراقيه كل سنه وانتم طيبين وسنه خير وصحه وسعاده عليكم يا رب وعلينا احنا كمان. عايزه اقول لكل جمهوري في العراق من خلال الشرقيه كل سنه وانتم طيبين، هابي نيو يير عليكم وسنه حلوه يا رب، سنه جديده سعيده مليانه حب وخير وتفاؤل، وهابي نيو يير.